كلامنا اكيد مستمر عن تحديات الاهلي في الفتره اللي جايه، وكمان عندنا ماتشات مهمه جدا بجانب اكيد ماتش المنتخب الاولمبي النهارده مع غينيا. كل التوفيق ليهم باذن الله. كل حال خلينا نتكلم في كل التفاصيل مع الاستاذ احمد غنيم الناقد الرياضي. صباح الهنا يا فندم. صباح الخير عليك يا هوانده. صباح الخير عليك يا كريم. صباح الفل، منورنا وسعداء بوجودك كالعاده. وعندنا النهارده ثلاث ملفات عايزين نفتحهم معاك. عايزين نفتح ملف الاهلي، ملف المنتخب الاولمبي، والانتقالات فيما يتعلق بالدوريات الاوروبيه. فنستاذنك نبتدي بالاهلي. تعالى نخلي كلامنا بدايته ماتش الاهلي وفيوتشر ورؤيتك للماتش ده. الحقيقه المباراه دي الاهلي كان غير موفق فيها، اضاع بعض الفرص، ويمكن ده بيفسر اصرار مارسيل كولر على التعاقد، ضروره التعاقد مع مهاجم ان شاء الله في فتره الانتقالات الصيفيه عقب نهايه الموسم في الدوري المصري. لكن الحقيقه برضو انا استغربت بعض يعني في انتقادات غريبه جدا. يعني دي اول تعادل الاهلي على المستوى المحلي من شهر فبراير لما تعادل مع الداخليه 1-1. فيعني يعني ده طبيعي جدا، الاهلي ما فيش فريق بيكسب كل المباريات في الدنيا يعني. فيعني رفقا شويه، وبعدين الاهلي خلاص يعني قاب قوسين ادنى ان شاء الله انه يحقق لقب الدوري. الجمهور هو اللي متحامل يعني في بعض الجماهير طبعا، مش عامل على النتيجه ولا كان على الاداء؟ لان البعض كان زعلان مش من النتيجه، التعادل ما يزعلش قوي، بس كانوا زعلانين من الاداء. حتى يا هوند لو الاداء مش قوي طبيعي جدا، الاهلي لسه ما بقالوش اقل من شهر واخد دوري ابطال افريقيا للمره ال11 في تاريخه. بقى مستوى كان رائع جدا بعد يعني بعد ما تجاوز ما حدث ضد سان داونز. الاهلي كان ما شاء الله بيكسب كل المباريات وما بيخسرش، يعني بيتعادل او بيخسر او بيكسب. فالحقيقه كان شايف ان في انتقادات بعض، يعني الانتقادات كان فيها مبالغه بعض الشيء، لكن الاهلي ان شاء الله قادر بدايه من مباراه الغد ان شاء الله ضد الاسماعيلي يحقق الانتصار. عمليه الروتيشن مهمه جدا لمارسيل كولر في ظل طبعا يعني ان المباريات تبقى كل حوالي 48 ساعه 72 ساعه. يعني عمليه الروتيشن مهمه جدا ان شاء الله، وصولا انه يعني ان ممكن يكون الحسم ان شاء الله في مباراه القمه ضد نادي الزمالك باذن الله. برضه خلي بالك من زاويه يعني مختلفه حبتين لرؤيه الامور، ما ممكن يبقى الاداء المحترم اللي شفنا النادي الاهلي عليه الفتره الاخيره والانجازات الكبيره المتتاليه للنادي الاهلي طمعت الجماهير بشكل او باخر، يعني ما بقناش مش متقبلين فكره ان لا يعني ايه نتعادل، فاهم قصدي؟ ايوه، بس مع احترامي لبعض الجماهير مش مباراه واحده، حتى لو المستوى كما ذكرت نهاوند ان حتى المستوى ما كانش قوي يعني مش من مباراه واحده. يعني الحقيقه الاهلي موسم استثنائي بكل ما تحمل الكلمه من معنى. اثنين سوبر، كاس مصر نسخه 2021 2022، ودوري ابطال افريقيا، ودي اعتقد البطوله الاهم اللي اهلت الاهلي ان شاء الله يكون متواجد في كاس العالم انديه في مدينه جده السعوديه في شهر ديسمبر المقبل. فلا يعني شايف ان الانتقادات كان مبالغ في بعض الشيء، لكن الاهلي اكيد قادر انه يتجاوز سريعا هذا الامر، ان هو يريد اجيب بالتاكيد في وجهه نظر مارسيل كولر عايز يحسم مسابقه الدوري بشكل مبكر جدا حتى تكون هناك راحه، لان الموسم المقبل هتكون رزمه المباريات مضغوطه بشكل كبير جدا. عندنا ننسى دوري السوبر الافريقي، دوري ابطال افريقيا، كاس العالم انديه، والدوري المصري وكاس مصر، واكيد بالتاكيد الاهلي سينافس على كل هذه البطولات. فانا اعتقد ان مسير كل تعبنا وانت بتقول البطولات. انا نهكت والله العظيم، انا نهكت حقيقي يعني. ده قدر قدر الانديه الكبيره، وده قدر الاهلي بالتاكيد، لان الاهلي اكيد هو اكبر على مستوى الوطن العربي الافريقي. مفيش مثلا ايه وسائل ممكن تتبع بحيث ان يبقى في عمليه اراحه اللعيبه؟ وعلى فكره انا بتكلم يعني على مستوى العالم كله، والعالم كله كريم النادي الاهلي بالظبط. في اعتقد انا طبعا مش متخصص قوي في القصه دي، لكن بشوف ان في معظم الانديه الاوروبيه تحديدا بيعملوا عمليه الروتيشن، ده اساسي بشكل كبير جدا، عمليه المداوره بين اللاعبين، طريقه الاستشفاء، التدريبات البدنيه، الحمل البدني، كل الامور دي اعتقد بتبقى امور مهمه جدا. واعتقد ان كولر معاه جهاز المساعد بيعملوا على ده حتى تكون تقليل الاصابات، لان برضو خد بالك لو لعيب بيشارك بشكل متتالي في المباريات في عدد محدود من الوقت ده بيعرضه بالتاكيد للاصابات. فانا اعتقد ان كل هذه الامور معمول لحسابها، وانا اعتقد ده من الاسباب الرئيسيه اللي خليه مارسيل كولر هيعمل بكل قوه مع اللاعبين انه يحسموا بطوله الدوري ان شاء الله بشكل مبكر جدا حتى يعطي راحه سلبيه للاعبين. واعتقد برضو من القرارات المهمه إن عدم المشاركه في البطوله العربيه، لان دي كان امر مهم جدا، ان كان صعب الاهلي يخلص الدوري المصري وبعد كده يشارك في البطوله العربيه، ممكن يبقى في فتره راحه بشكل كبير جدا، لان اعتقد الدوري المصري سينطلق في شهر سبتمبر. فلا يعني اعتقد ان شاء الله الاهلي يحسم مبكرا ويعطي فتره راحه مناسبه للاعبين حتى يستعدوا ان شاء الله للموسم. والدوري هياخد شهر راحه كده يعني، يخلص اخر 7 ينطلق في سبتمبر ويبتدي بحسب تصريحات احمد دياب رئيس رابطه الانديه المصريه. يوليو اللي بعديه انا برضه اتمنى ان احنا نخلص يعني ان شاء الله اكيد بقى قبل يوليو يعني اتمنى ان شاء الله, الله باذن الله يعني لسه مش عارفين طبعا الجدول. بس انا اعتقد هيبقى في اختلاف، لان ده اللي اتكلم عليه كمان كابتن احمد دياب تحديدا، هو اتكلم على ان لا الفتره اللي جايه او الموسم القادم هيبقى في اختلاف بشكل افضل بكتير. نتمنى ان شاء الله ان رابطه الانديه المصريه تعمل على ذلك. لكن ان شاء الله اهم انا في وجهه نظري يعني يعني كمتابع ان شاء الله الاهلي يحسم بطوله الدوري بدري بشكل رسمي حتى يكون هناك راحه للاعبين
اللاعبين استعدادا للموسم المقبل جميل. لان الجماهير اذا كان مباراه واحده بعد الجماهير يعني تزعل، ما بالك انت لو في بطوله او حاجه، لان اكيد الجماهير بتحلم ان شاء الله تكون يعني مشاركه، يعني تحقق لقب ال 12 على مستوى ابطال افريقيا، وكمان الفريق كمان يكون يبدا يعني يقوي نفسه، لان عنده بطوله هتكون بقى بطوله موسعه، كاس العالم للانديه في 2025 في الولايات المتحده، ودي هتكون بطوله موسعه ومشاركه بقى يعني تبقى بطوله يعني غير الشكل الحالي، نظام ثاني خالص، نظام ثاني خالص، وهتبقى من اهم فيها اهم الانديه على مستوى العالم. كلام محترم. عندك الاسماعيلي وعندك الاتحاد وعندك الزمالك، دول اقرب مباريات حاليا، فخلينا ناخد نظرة سريعة على كل مباراة، توقعاتها وكمان رؤيتك أو قراءتك للمباراة هتكون إزاي، وإيه اللي المفروض الأهلي يكون عايزه من هذه المباريات على كل واحدة على حدة يعني. أنا أعتقد أن مارسيل كورا سيعمل على التفادي ما حدث في مباراة فيوتشر، من حيث أنه يسجل هدف مبكر في مباراة الإسماعيلي تحديدا، أعتقد سيعمل على إحراز هدف مبكر، يستغل حالة الإسماعيلي. الإسماعيلي طبعا بيعاني من موسم متخبط بشكل كبير جدا، نتمنى الإسماعيلي يعود. الإسماعيلي نادي جماهيري، نتمنى أن هو نادي جماهيري كبير، نادي جماهيري كبير جدا، أن هو بقاله كام موسم بيصارع من أجل الهبوط. انا يعني اخشى ما اخشى حتى لو اسماعيل نجح هذا الموسم، ان استمرت الاوضاع بهذا الشكل اخشى ان هو يواجه مصير نادي اهلي جده السعودي حينما هبط للمره الاولى في تاريخه. فانا اتمنى ده ما يحصلش، ان اسماعيل نادي جماهيري، لكن اتمنى ان الاهلي يسجل هدف مبكر يوجز على المباراه بشكل مبكر جدا. مباراه الاتحاد نفس القصه، الاتحاد بيعاني برده من تخبط في المستوى، كان في عنده برده بعض التخبطات الاداريه في الفتره الاخيره اثرت على المستوى بعض الشيء، نتمنى برده ان الاهلي يحسم المباراه بشكل مبكر جدا قبل وصولا طبعا قبل مباراه الزمالك، اللي بصرف النظر عن حاله المنافس تبقى مباراه هي قمه الكره المصريه. ايوه طبعا، الكلاسيكو بالتاكيد هو الكلاسيكو الاقدم على مستوى افريقيا والشرق الاوسط. ايه اللي يخلي فرق جماهيريه وتقيله وليها تاريخ تبقى بتصارع على الهبوط؟ ايه اللي يوصل كيان ناجح للدرجه دي بالاستدامه دي كلها، انه يوصل لمرحله انه بيصارع عشان ما يهبطش؟ يعني لو لاحظت كريم، باستثناء الاهلي باستثناء الاهلي عشان اكون برضو صريح مع الساده المشاهدين، كل الانديه تقريبا الجماهيريه في مصر بتعاني من مشاكل كبيره جدا. المشاكل دي اساسها مشاكل اداريه، مجالس الادارات، سوء، بيبقى في سوء تخطيط، عدم احترافيه، عدم الاستعداد بكوادر محترفه. الامور دي كلها بتؤدي ان في الاول وفي الاخر حتى لو في اموال بيتم انفاقها بشكل خاطئ. يعني الاسماعيلي ما هو جاب صفقات كاسماء قبل بدايه الموسم، جاب خوان كارلوس جاريتو كمدرب، وجاب اسماء مش يعني كويسه، ما بقولش اقول ممتازه، لك اسماء كويسه، ما تخلوش يكون في الوضع الحالي ان هو بيصارع لاجل الهبوط. على سبيل المثال المصري نفس القصه، عالم التخبط بعض الشيء، مش عارفين اذا كان الاستاذ كامل ابو علي مكمل في رئاسه النادي ولا هيستقيل، حصلت مشاكل مع الجهاز الفني بقياده الكابتن حسام حسن، برضه مش عارفين التخبط. فكل هذه التخبطات في معظم الانديه الجماهيريه ادت لهذا الشكل. نتمنى يعني انا في وجهه نظري لو يعني في خصخصه بعض الشيء الانديه، وشايفين الكره السعوديه بيحصل فيها ايه، انه في خلاص يعني في الاربع الانديه الكبيره في السعوديه تم خصخصه 75% منهم، استحوذوا عليهم صندوق الاستثمارات العامه السعودي. نتمنى ان شاء الله ان الامور دي تنتقل لمصر بعد الشيء، اعتقد ده سيسهم بشكل كبير جدا. الدوري المصري بارثه كريم، ارثه كبير جدا، اعتقد يعني يستحق يكون ان شاء الله في مكان ان شاء الله اعلى بشكل كبير في الفتره المقبله باذن الله. طيب هننتقل شويه للمنتخب الاولمبي علشان برضو نلحق، مش هقول رايك في اداء المنتخب حتى هذه اللحظه، رايك في النتيجه المحققة، وهل ده مؤشر جيد ان احنا قدام غينيا النهاردة بإذن الله هنعدي او هتمر المباراة بالطريقة وبالسكور اللي احنا نتمناه؟ مباراة غينيا لن تكون مباراة سهلة. غينيا في مباراة الافتتاح ضد المغرب في البطولة، يعني المغرب عانت الأمرين حتى تحقق الانتصار، كانت مغلوبة 1-0 لولا حصولها على ركلتين جزاء سجلهم طبعا نجم برشلونة الصاعد عبد الصمد الزلزولي. منتخب أولمبي كمستوى صحيح المستوى لا يرضي الجماهير، لكن في الاول وفي الاخر هو حقق المهم، 7 نقاط، انتصارين، كلين شيت حتى الان، ما فيش استقبال. بالمناسبه اريد ان اشيد بحمزه علاء حارس الاهلي الواعد طبعا، يعني ان قدر ولو حدثت اي ظروف ومحمد الشناوي وجال عرضه جيد جدا وافق عليه الاهلي، وطبعا بناء على رغبه اللاعب وسافر، وتحديدا طبعا لو في كلام سامعين كلام عن النصر السعودي ما اعرفش ايه مدى دقته، لو قدر وسافر محمد الشناوي الاحتراف في النصر السعودي، انا شايف ان الاهلي عنده حارس واعي جدا مع مصطفى شوبير وحمزه علاء. انا حمزه علاء من الناس اللي حقيقه مستبشر بيهم خير، لان شخصيته وطريقه، لا انا حقيقه يعني حارس واعد جدا، بجانب طبعا بعض العناصر ايضا اخرى في المنتخب، لكن حمزه علاء تحديدا من الناس اللي انا اعجبت بيها شخصيته، لان في لاعب صغير السن وعنده هذه الشخصيه، فمن الناس اللي اعجبت بيها جدا. ان شاء الله المنتخب اليوم اهم حاجه ان هوندي يعدي بس اليوم ويتاهلوا لاولمبياد باريس، بعد كده نشوف بقى موضوع الاداء والتدعيمات، لان انا اعتقد في الجانب الهجومي احنا محتاجين من واحد زي محمد صلاح، يعني في بالنسبه للثلاثه الكبار يكون موجودين في اولمبياد باريس ان شاء الله. ان تاهلنا ان شاء الله في حاله التاهل، يعني تعالى نقول ان احنا باذن الرحمن تاهلنا وخلاص وهنلعب في دوره الالعاب الاولمبيه اللي جايه ان شاء الله. وقتها بقى ايه المطلوب من المنتخب والجهاز الفني والاداري،
والمطلوب من اتحاد الكوره ايه المطلوب عشان نستفيد من الجيل الحالي ده الاستفاده القصوى؟ بالتاكيد اقامه اكبر عدد ممكن مباريات مع منتخبات باسماء كبيره جدا. الحاجه الثانيه العمل على من دلوقتي، يعني ان شاء الله انت اهلنا العمل من دلوقتي على اجراء اتصالات مع نادي ليفربول لاقناع ان هم يسيبوا محمد صلاح. احنا محتاجين يا كريم في الجانب الهجومي عندنا واضح ان في مشكله. يعني في مباراه النيجر تحديدا المباراه الاولى 5 فرص كان في باد لك، لكن برضو قصر اداره الفرص في مباراه مالي، في مباراه الجابون سجلنا هدفين لكن في اخر ربع ساعه. فاحنا مش عايزين نعاني من ده، لان في المستوى طبعا في الاولمبياد هيبقى مستوى تاني خالص بشكل كبير جدا. فنتمنى ان شاء الله انه العمل على يكون التدعيمات الثلاثي الكبير، انا في وجهه نظري يكون في وسط الملعب وفي الهجوم، لان انا في وجهه نظري يعني ما حدث في اولمبياد طوكيو يعني كان الكابتن شاوي غريب طبعا، كل واحد ليه رؤيته الفنيه، لكن هو كان كل التدعيمات كانت في خط في حراسه المرمى وكان في خط الدفاع. وفي الاول في الاخر ده كان شايفه انه كان اصعب بعض الشيء في البطوله. صحيح احنا اتاهلنا ربع، لكن احنا عايزين نتخطى مرحله ربع النهائي. احنا قلنا اخر 2 اولمبياد شاركنا فيهم سواء لندن او في طوكيو وصلنا فقط ربع النهائي وبنقف، ما بنكملش نص النهائي، وان احنا ممكن ما بنكملش، احنا ممكن ليه ما ناخدش ميداليه برونزيه على الاقل؟ وليه ما نوصل يعني كل شيء؟ نيجيريا عملتها وخدت ميداليه ذهبيه في اتلانتا 96، الكاميرون عملتها في 2000 وكسبت مباراه شهيره جدا ضد اسبانيا في نهائي المنافسات لكره القدم، نيجيريا في 2008 وصلت لعبت كان بقياده جيل عظيم جدا، لعبت ضد الارجنتين بقياده ميسي وكان جيل كبير جدا واتغلبت 1-0 فقط وخدت ميداليه فضيه. فاحنا ان شاء الله يبقى طموحنا باذن الله ان احنا ليه لا يعني ما نوصلش اللي هو مثلا ايه ان هو ربع النهائي وشكرا، لا نتاهل ان شاء الله ونوصل سيمي فاينل. اهم شيء انا في وجهه نظري التدعيمات تكون في الهجوم وفي خط الوسط، ان انا لاحظت ان المنتخب عنده مشكله فيما يخص الفينشنج، واحنا بالتاكيد محتاجين لاعب بقيمه طبعا واحد من اعظم اللاعبين في العالم حاليا محمد صلاح. هو عشان نوصل لده طبعا كمان في منتخب اولمبي محتاج يعني شغل كبير وشغل بالتأكيد. كمان من اللعيبه بشكل بالتأكيد. كبير. احنا كنا لسه بنتكلم انا وكريم في ده ان هي المنتخب الاولمبي لكل لاعب فيه دلوقتي عنده فرصه ان هو يثبت نفسه، هي فرصه جايه لك انت بس عليك ان انت تثبت نفسك في الملعب. نموذج حمزه علاء انا هوندا ان حمزه علاء نال اشاده كبيره جدا. طبعا ابراهيم عادل مش عايز، لان ابراهيم عادل كده بقى له فتره بيلعب مع بيراميدز وحتى اسامه فيصل، لكن بتكلم على نموذج حمزه علاء تحديدا، لان حمزه علاء انا في وجهه نظري مستقبل حراسه المرمى في النادي الاهلي وممكن كمان نشوفه في نادي كبير جدا. فاروق انا من على المستوى الشخصي معجب جدا بشخصيته. واضح انك معجب جدا ان انا الشخصيه. وعنده كام سنه تقريبا حمزه دلوقتي؟ هو اقل من 23 لما يكون عظم اعتقد 20 يعني هو صغير صغير في السن، فان شاء الله ليه لا ممكن يجي له عرض كويس جدا لو تالق كمان في اولمبياد باريس، اتمنى ان اشوفه في دورات اوروبا باذن الله. على ذكر العروض تعالى بقى نروح شويه للانتقالات في الدوريات الاوروبيه ميركاتو. وكان اخرهم يمكن اشهرهم على الاطلاق انتقال ميسي طبعا من باريس سان جيرمان لانتر ميامي. فعايزين نتكلم معاكم في التفصيله دي، شايف ايه ابرز الانتقالات واهمها؟ وكمان عايز اروح معاك شويه للدوري السعودي واللي بيحصل فيه وعمليات استقطاب نجوم العالم في كره القدم في الفرق السعوديه المختلفه، الى اي درجه التفصيله دي ممكن تغير من شكل خريطه كره القدم العالميه اصلا وانتقالات النجوم؟ هي اوريدي خلاص بتغير بالفعل يا كريم. يعني حتى يعني ما ارادوا المسؤولين عن الكره السعوديه ان هو جذب الانتماء ليهم على من كل انحاء العالم، ده حدث قد كان وقد طبعا. حدث ما بيضموش بالمناسبه اسماء فقط 35 سنه او 36 سنه زي بنزيما او زي كريستيانو رونالدو، لا في اسماء صغيره ضمت روبن نيفيز لاعب البرتغالي لاعب خط الوسط من ويفرهامبتون ضموه ب 55 مليون يورو، ده حاليا دلوقتي اغلى لاعب في تاريخ الكره في تاريخ الدوري السعودي. بالامس جوتا اللاعب البرتغالي الواعد واحد اهم المواهب في البرتغاليه واللي كان متالق جدا مع سيلتا وكان متوقع ليه انه كان ينتقل للبريمير ليج ذهب الى الاتحاد جده امبارح بشكل رسمي بحوالي 30 مليون يورو. فلا مش بس يعني واضح ان المشروع ضخم جدا، هم هدفهم وده اعلنه وزير الرياضه السعودي امير عبد العزيز بن تركي الفيصل اهم 10 رياضات على مستوى العالم، قيمه الدوري السعودي توصل ل 8 مليار، هو البث التلفزيوني برضو ترتفع بشكل كبير جدا، هم وخلاص اوريدي هترتفع لان بعض القنوات العالميه بالفعل خلاص بتعمل دلوقتي تعاقدات على بث الدوري السعودي في الموسم الموجود نظرا للاسماء الكبيره اللي موجوده فيه. لا الكره السعوديه يعني ماشيه في سكه يعني كبير يعني خلاص يعني هم واصلين خلاص اللي هم عايزينه ان هم يكونوا اهم 10 دوريات على مستوى العالم، واعتقد لو استمروا بهذا على هذا المنوال خلال سنتين او ثلاثه هيكونوا بالفعل كمان مش ممكن كمان اهم 10 دوريات، ممكن من اهم 5 دوريات على مستوى العالم. ده قاله كريستيانو رونالدو على فكره، هو كان بيصرح في وقت من الاوقات بيقول ابتداء من الموسم الجاي الدوري السعودي هيكون من اقوى 5 فعلا على مستوى العالم. بالمناسبه كريم بس يعني كمان هم بس مش بس بيستثمروا في اللاعبين او في الاجهزه الفنيه، لا كمان في البنيه التحتيه، الملاعب هناك على اعلى مستوى، البث التلفزيون هناك على اعلى مستوى، في تقنيات لان هو مشروع دولي مشروع دوله بالفعل. فلا هم شايفين ماشيين بصوره كبيره جدا. فيما يخص انتقال ميسي لانتر ميامي واضح ان المفاوضات كانت يعني
كانت سريه الى فتره كبيره جدا. الموضوع كان على الطاوله، كان عرض الهلال برشلونه. انا كنت في مداخله معاك لو تذكر، كان مستبعد لاسباب الظروف الماليه. حتى بروزوفيتش، مارسيلو بروزوفيتش اللي راح النصر السعودي امبارح بشكل رسمي من انتر ميلان، هو رايح للنصر ب 17.5 مليون يورو، حتى المبلغ اللي هو يعتبر زهيد بالنسبه للانديه الاوروبيه برشلونه ما قدرش يدفعه ويجيبه. لكن كان تشافي كان عايزه يكون بديل لسيرجيو بوسكيتس اللي انتقل ايضا لرفقه ميسي الى انتر ميامي. فيعني ميسي حينما اختار انتر ميامي عرضه طبعا عرض بالنسبه له كان عرض كويس جدا، هياخد له في السنه باعتراف رئيس نادي انتر ميامي بكان بين تصريحات رسميه من 50 ل 60 مليون دولار في السنه الراتب، بلس انه هيكون ليه نسبه من حقوق البث، من عائدات حقوق البث التلفزيوني اللي يعني اللي بيمتلكها احد اكبر الشركات توازي العرض السعودي كراتب. لا في الفتره دي اعتقد تبقى افضل يعني لميسي. وفي ناس قالوا ان هو كمان حابب نمط الحياه بالظبط، ده نقطه كويسه انت اشرت ليها يا كريم. زوجتك العيله كان ليها دور مهم جدا، عيلته حابه نمط الحياه في امريكا بشكل كبير جدا. ونقطه كمان مهمه جدا ما كانتش موجوده في العرض السعودي، ان هو يحق لي التملك يعني اسهم من النادي بعد اعتزال كره القدم بشكل نهائي. فهو كان واضح ان هو بص عملوا له اوفر حلو مغري لحد ما كباكج وكطبعا بلس موضوع ان هو عاجبه نمط الحياه في ميامي. هو عايز يرتاح. ميسي اعلن انها بشكل واضح في حوالي مؤخرا، انا بعد كاس العالم الطموح انتهى خلاص. هو طبعا قفل كره القدم خلاص بعد كاس العالم، فيعني كان هو قفل كل حاجه في اللعب، هو قفل كل حاجه في اللعب. هو عايز يقضي الكام سنه اللي ليه في الملاعب، يكون ريلاكس بشكل كبير جدا، يلعب في يعني في ضغوطات اقل. متوسمين في خير، حتى كان ديفيد بيكهام بيتكلم مؤخرا متوسمين خير ان ممكن يعني ان ميسي كمان يزيد من الشعبيه، لان عارفين حتى رغم كل المحاولات ورغم كثير من النجوم اللي راحوا حتى الان الدوري الامريكي، حتى الان شعبيه اللعبه حتى الان هناك مش واصله للتوب هناك. هناك البيسبول كره القدم مش اللعبه الاولى عندهم، كره القدم الامريكيه طبعا، الباسكت بول طبعا بشكل كبير جدا، فهم بيتوسموا خير. فيما يخص بقى الانتقالات بشكل عام في القاره الاوروبيه، الارقام حتى الان يعني مش كبيره، يمكن باستثناء ممكن مانشستر سيتي يحدث زلزال ان نجح في استقدام يعني جافارديول المدافع الكرواتي من لايبزيج، لان لايبزيج مشترط يشتريه ب 100 مليون يورو. ان حدث هذا سيصبح جافارديول هو اغلى مدافع في تاريخ كره القدم. ونقطه سريعه جدا، جافارديول ده ليه واقعه شهيره جدا مع ميسي، يعني باللغه المصريه ترقيصه كانت شهيره جدا ليه في نصف نهائي كاس العالم، ومع ذلك اللاعب ده يعني ما انهارش بعد الترقيصه الشهيره دي ليه في كاس العالم، ويعني وتالق بشكل كبير جدا مع لايبزيج، واصبح حاليا من اهم المدافعين في اوروبا، وسعره حاليا 100 مليون يورو. فيما يخص بقيه الانتقالات، الانتقالات حتى الان محدوده، الارقام مش كبيره. شفنا ماسون ماونت انتقل من تشيلسي مانشستر يونايتد ب 60 مليون باوند، يعني الارقام بشكل عام في اوروبا لا ضعيفه مش قد كده بالنسبه للسنين اللي فاتت، نهاوند ضعيفه. وانا اعتقد ان السبوت اكتر على الكره السعوديه مش على الكره الاوروبيه فيما يخص الميركاتو. انا بس عندي ملحوظه، يعني لان ده كان نقاش داير بيني وبين احد النقاد الرياضيين، يعني كنا بنتكلم عن راس المال وفكره ان ازاي هي ممكن تبقى مفيده وغير مفيده، وادينا امثله ان هي ما كانتش نتاجها مرجوه من بي اس جي باريس سان جيرمان، واتت ثمار الى حد ما بمؤشرات ايجابيه حتى هذه اللحظه مع الدوري السعودي، وازاي احنا ممكن نعكس ده عندنا في الدوري المصري. وقارنا الدوري السعودي بالدوري المصري، واتكلمنا في الامكانيات اللي موجوده هنا الماديه اللي مش موجوده عندنا، وكنا بنتناقش هل الامكانيات الماديه بس هي اللي ممكن تصنع لك فارق كبير في تطوير الكره عندك، بدليل ان السعوديه دلوقتي بتستقطب من العالم كله نجوم، لكن برضو في الاول وفي الاخر هم نجوم اجانب. يعني انت عندك دوري سعودي قوي بس مش دوري سعودي بلعيبه محليه. انا لو جيت اتكلمت عن الدوري المصري، انا بنسبه 99% 95% عندي لعيبه مصريه، فانا برضو انا بشوف ده ادفانتج. فاهم قصدي؟ يعني انا ممكن اشكل فريق كامل باسم دوله او منتخب كان باسم دوله بس كله اجانب، انا مش شايفه ان ده نجاح. اولا بحييك جدا، النقاش ده مهم، نقطه مهمه جدا انت بتتكلمي فيها نهاوند. عشان نكون واضحين وصريحين مع الساده المشاهدين، موضوع الاجانب، الدوري الانجليزي حاليا هو اقوى دوري في العالم بفضل اللاعبين الاجانب. المنتخب الانجليزي كان في فترة من الفترات بيعاني من موضوع الأجانب، لكن حاليا كل نادي انجليزي تقريبا عنده لاعبين اجانب. احنا بنتكلم حاليا ديكلان رايس يا نهاوند خلاص قاب قوسين ادنى ينتقل من وست هام لارسنال ب 105 مليون استرليني، هيبقى اغلى لاعب بريطاني في تاريخ كره، اغلى لاعب بريطاني في التاريخ. اللاعبين الانجليز حاليا اصبحوا اللاعبين الاجانب اثقلوا اللاعبين الانجليز واثقلوا الاكاديميات، المدربين الاجانب اثقلوا الاكاديميات في البريمير ليج. الاستثمارات من وجهه نظري مهمه جدا،
قصه ان سبع مثلا، انت ضربتي مثال بالدوري، ممكن تعمل ده من خلال جلب مدراء فنيين اجانب على اعلى مستوى. اكاديميه مانشستر سيتي اكاديميه قويه جدا، كنا بنتكلم على الاستثمار مانشستر سيتي، ناس كتير جدا انتقدوه والفلوس الكتير اللي صرف في الاول. حاليا مانشستر سيتي من اعلى يعني كعلامه تجاريه، من اعلى علامات تجاريه في العالم على مستوى كره القدم. الارباح بتاعته كبيره جدا، بيجني ثمار يعني الاموال اللي دفعها في الاول، دفع كتير، لكن بعد دلوقتي حاليا بيجني ثمار. بدليل ان مانشستر سيتي على سبيل المثال ما رضاش يخش في سباق ضم ديكلان رايس لاعب ويست هام، قال لك لا مش هدفع المبلغ ده خلاص، ان هو وصل حاليا دلوقتي القناعه ان هو لا يقدر بقى الاستثمار يبقى ذكي والكلام ده كله، بحس عكس ارسنال. مثلا ارسنال هي اصلا سيطره راس المال افادت كره القدم، انا بكلمك عالميا، ولا اضرت بيه؟ طبعا في اسعار مبالغ فيها عشان برضه اكون واضح، لكن بالتاكيد افادت. يعني مثلا المشروع السعودي على سبيل المثال هيصرفوا كتير جدا في الاول، لكن فوق النظر العائدات هتبقى كبيره جدا، مش بس عائدات اموال سواء من بث تلفزيوني، من رعايه، من كل الكلام ده. المستوى المنتخب نفسه هيرتفع بشكل كبير جدا. يعني هو انت بتقولي انت مثلا اللاعبين الاجانب كتار في الدقل، لكن اكيد باللاعبين المحليين هيستفيدوا. انا مثلا ما بتدرب مع كريستيانو رونالدو اكيد هيبقى عندي يعني هشوف الراجل ده لغايه دلوقتي ازاي 38 سنه والفتنس العالي ده والقوه دي، فاكيد انا كلاعب سعودي محلي هستفيد واتمرن زيه في الاتحاد على سبيل المثال كريم بنزيما مثلا. انا قدامي واحد كان السنه اللي فاتت واخد البالون دور افضل لاعب في العالم، فبالتاكيد ده على اللونج ران بقى، ده مش على الشورت تيرم. اللي هيقوي لي الدوري دلوقتي السعودي مين؟ مش اللعيبه المحليه خالص، ما هو اللعيبه الاجانب واللعيبه المحليه هتستفيد. انا بقول لك كمان بدليل مثلا هيستفيد. بص يعني على الصعيد اللي انت بتتكلم فيه اكيد طبعا وجود لاعب عالمي معايا في الفريق ده حافز ودافع لان كل واحد يعمل اكثر معاه، واشوف وصل بس ازاي. بس المقابل برضو ليها، ما هو كل حاجه ليها برضو ميزه وعيب. ممكن يكون من ضمن عيوب الحكايه دي انها ممكن تزرع ضغينه في نفوس اللعيبه المحليين، وخصوصا في ظل الارقام الفلكيه. اعتقد يعني بالنسبه للاعبين المحليين في السعوديه ومرتباتهم يعني كمرتبات، اعتقد هم مش هيبقى عندهم القصه دي. هم عارفين ان لا ايمج، مثلا رونالدو لما بياخد في السنه 200 مليون دولار، لا هو بياخد 200 مليون دولار في مقابلهم بقى دعايه. يعني رونالدو ما بيتصور سي مثلا مع عيلته في اي مكان ترفيه في السعوديه، ما ده دعايه. زي مثلا ميسي، ما ميسي رغم انه ما رضاش يروح في الهلال السعودي في الاخر، هو في سفير حاليا، سفير للسياحه في السعوديه، بينزل صوره ليه من السعوديه وتعالوا زوروا السعوديه، دي دعايه ما بعدها دعايه يعني للمملكه العربيه السعوديه. فانا في وجهه نظري لا، هم يعني لا، انا ممكن اختلف معاك قليلا. هو عندي الدوري السعودي يكون دوري قوي وهيقوي كمان اللاعبين المحليين بشكل كبير جدا، وده هيعود على المنتخب السعودي ان هم هدفهم بيقال ان هم هدفهم ان هم ينافسوا بشرط في كاس عام 2030، مش 2026، 2030 ان هم ينافسوا يكونوا من ضمن على الاقل متواجدين يقرروا انجاز منتخب المغرب. طيب انت اختلفت معايا ان ممكن الدوري السعودي يكون من اقوى الدوريات بالمحليين بتاعتهم. لو انا جيت اتكلمت معاك بالاجانب والمحليين في المستقبل، المحليين هيستفيدوا في المستقبل ده على اللونج تيرم. يعني لو انا جيت قلت لك دلوقتي تعال نروح للنموذج المصري والدوري المصري، انا عندي اللعيبه بتاعتي محليه بنسبه اكبر بكتير، ممكن استعين بخبرات اجانب اكيد ما عنديش مشكله، لكن اللعيبه بتاعتي مصريه، اللعيبه بتاعتي اكتريتهم مصريه، فلما باجي اتفرج على كوره انا بتفرج على اولاد البلد بيلعبوا. ده بيفرق كبير بكتير، وبيفرق بالانتماء وبيفرق بالمتعه وليها ادفانتجز تانية. انا بقى هسالك انت اولا بتتفق معايا في النقطه دي ولا لا؟ ثانيا انا لو عايز اتكلم ان انا عايز اوصل للتطور اللي حاصل في الدول العربيه او في بعض الدول اللي هي كانت انا سابقها بكتير وكانت متاخره عني بكتير، لكن راس المال لعب دور اكبر. انا ما عنديش راس المال ده، هل انا ما اقدرش اوصل بقى للمرحله او اوصل واستعيد صدرتي تاني عشان ما عنديش الامكانيات الماديه، ولا ليها حسابات اخرى؟ بص يا نواند، هقول لك كذا نقطه سريعه جدا فيما يخص استخدام اللاعبين الاجانب. مع احترامي الشديد، لو احنا مش قادرين نجيب لعيبه اجانب، ما بقولش بقى رونالدو او بنزيما او كده، لكن لاعبين اجانب حتى اللي بنشوفه حتى في الدوري الاماراتي او حتى في الدوري المغربي، يبقى شكرا. يعني بصراحه يعني انا بشوف اللاعبين الاجانب تحديدا اللي بيجوا الدوري المصري السنوات الاخيره بيجوا بارقام كبيره جدا، والحقيقه المردود يعني انا شايف اللعيبه في مصر اقوى منهم بكتير. نقطه اهي، ايه تاني؟ دي نقطه. النقطه الثانيه ان احنا في الناحيه الماديه، انا وعندي وجهه نظر ممكن ناس كتير جدا تختلف معايا، لكن احنا من الناحيه الماديه صعب جدا ان احنا او في الاخر كل اللاعبين الاجانب بنشوفهم في الدوري السعودي ومش جايين، عشان برضه اكون صراحة مش جايين يعني نظرا لحب، يعني لا جاي عشان فلوس. وده باعتراف كاليدو كوليبالي. كاليدو كوليبالي المدافع السنغالي اللي انتقل مؤخرا الى الهلال السعودي، قال انا رايح عشان الاموال، عشان امن مستقبل اسرتي، ولا برضه عايز اعمل اعمال خيريه اقدر اصرف عليها والكلام ده كله. هو الراجل كان صريح جدا يعني. ومدرب بالمناسبه، مدرب النصر كاسترو المدرب القادم للنصر السعودي، جماهير بوتافوجو يعني برازيلي فتحت عليه النار وهجموه بشكل كبير جدا. قال يا جماعه حطوا نفسكم مجاني، انا عايز
امل مستقبل العقد اللي جاي لي من السعوديه عقد ضخم جدا، لكن احنا مش هنقدر نعمل الكلام ده دلوقتي عشان نكون مش هنقدر عشان صعب جدا في الظروف الحاليه. فانا في وجهه نظري نسلك المسلك اللي بتتبعه الدول غرب افريقيا عشان يبقى عندنا منتخب قوي ان احنا نصدر اللاعبين للدوريات الاوروبيه. طبعا. المغرب ما بتصرفش بشكل كبير جدا، مصروفات انديه المغرب ضعيفه جدا، لكن المغرب تستفيد يا اما بتصدر لاعبين يا اما عندهم طبعا اللاعبين المولودين اللي هم المولودين في اوروبا، وبالتالي منتخب المغرب استفاد من ده في كاس العالم، ومنتخب الجزائر قبل كده برضو استفاد من ده في كاس امم افريقيا 2019 اللي اقيمت في مصر. فهنا في وجهه نظري ان احنا ممكن نستفيد من ده ان يا اما نصدر صعب جدا المنافسه بتاعتنا تقترب حاليا من الدوري السعودي عشان نكون واضح، وحتى من الدوري للاسف ان انا بقول كده للاسف، لكن ده الواقع للاسف الشديد، لكن ده الواقع. احنا مش هنقدر حتى ولا حتى الدوري الاماراتي ممكن كجماهيريه ما بيبقاش فيه حضور جماهيري كبير، لكن اسماء برضو الاجانب تيجي، الاجانب بييجوا اجانب كويسين جدا اقوى من الاجانب بييجوا عندنا نظرا برضو للجوانب الماليه. وبالتالي ان احنا لازم في وجهه نظري ده تبع مسلك دول غرب افريقيا نصدر اللاعبين لاوروبا في سن صغيره ان شاء الله لان احنا عندنا الخامات اللي تخلي منتخب مصر ان شاء الله قادر ان هو باذن الله يعني لو عندنا اتبعنا هذا المسلك ممكن نكرر انجاز المغرب، نحلم ان احنا نشوف مصر في نصف نهائي كاس عام ان شاء الله. ان شاء الله مش حاجه بعيده عن ربنا. احنا بنشكرك على وجودك معانا، نورتنا. شكرا. ده انا اللي سعيد جدا بوجودي معاكم دايما يا كريم. قراءه ممتازه ومتميزه كالعاده يا احمد، ربنا يخليك. اشكرك عليها. شكرا ليك وشكرا على متابعتنا النهارده، اكيد انا وكريم في 10 الصبح في الاهلي، نشوفكم بكره ان شاء الله. مع السلامه.